صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. نفسي فداك ما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد أصحاب ما رقدت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر المرتاب. أبهل درى البسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصاب. عتبي على الأعتاب أسقط محسن يا أبو يفيه ومن هالت لذاك ترابا. يا قلوب يا قلب ذوب وهل يا دمعي والله يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي والله من غاب شخصك يا ولينا هجمت رواية الشرع علينا جاء يا نصها شياطين وياهم حطبهم جايين والله من شافني المشرج بدين. شنو هذا صنع سيدتي؟ والله من شافني المشرج بدين سطرنا ولطمعنا بيمين. شلت تلك اليمين والله قبعات من مصيبة خلافها آه
بناتكم. والله قبعت من مصيبة خلاف أبوها خلاف أبوها ومن البج أصحاب النعاها تعنى يسيل من الصدر وضلوعها الدم أمر على عبد ضربني وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونقدم تعازينا إلى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وهذا الحضور إنما هو لون من ألوان العزاء الذي نقدمه في هذه الدنيا إلى سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، وهو الرصيد الحقيقي لنا عند الله غدا يوم القيامة. بالحقيقة أهل البيت عليهم السلام ومن ضمنهم فاطمة الزهراء، إذا أردنا أن نتناول هذه الشخصيات ينبغي أن نتعامل معهم على قدر مقالهم، لأن واحدة من اثنتين، أما أن نتعامل معهم على قدر مقامهم فنعطيهم حقهم، أو لا خلنا نقول نعطيهم شيء من حقهم. وإذا تعاملنا معهم على إنهم أناس دنيويين قادة دنيويين سوف نبخس حقهم ونقع في نفس الإشكال الذي وقعوا فيه المخالفين لهذا الخط الأصيل. بصيغة أخرى، النظرة إلى أهل البيت ألا ننظر إليهم على إنهم قادة دنيويين، لا ننظر عليهم على أنهم هم المنصوص عليهم من قبل السماء تعالى، من قبل الله تعالى، منصوص عليهم من قبل الله، لا أن ننظر إليهم، ولكن ما إن ننظر إليهم كسائر البقية نقع في متاهات. وانت واحدة من اثنتين، أما تأخذ من حصة الله وأما تأخذ من حصة المعصوم، منين تأخذ بعد؟ إذا تتعامل معهم على إنهم دنيويين كسائر الخلق سوف تأخذ من حقهم، لأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نزهونا عن مقام الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. ما نتكلم معهم على إنهم دنيويين، الشيخ الشهيد أحمد الكبيسي معروف رجل العراقي الشيخ أبناء السنة والجماعة، الرجل دارت قيامته في الأسبوع الماضي الجمعة السابقة، تعرفون أيها الأحبة ما هي قيامته؟ قال رأس البلاوي من معاوية ابن أبي سفيان، وتهجم عليه وقال هذا الرجل مرتد وقد ارتد من بعد معركة حنين، لا تجيبون كسائر البقية كسائر علي بن أبي طالب.
لا. وهو القائل عن لسانه يقول قال أبو بكر، هو القائل عن لسان هذا المصدر يقول لم يرد آيات قرآنية في أحدنا كما ورد في علي بن أبي طالب. بعد هذا الحكي إخواني ما يصرف لهم الجماعة، تعرفون ماذا صنعوا؟ اذهب إلى الأنترنت، اذهب إلى اليوتيوب لكي تنظر بأم عينك. إذا بس اكتب أحمد الكبيسي وتهجمه على معاوية لا تجد أنه محمد بن راشد الآل مكتوم قد منع هذا البرنامج. لماذا؟ لأن قال علي ليس كسائر الناس. وإلا ماذا قال هذا الرجل؟ علي ليس كسائر الناس، ما مصيبت هذا الرجل؟ لأنه أنصفض له بشيء قليل لعين. إذن إخواني إحنا النظرة إذا كانت أن ننظر إلى أئمتنا على أنهم أناس دنيويين نقع في إشكالات واهية. رسول الله خائف من المسألة، رسول الله صلى الله عليه وآله هنالك مقامات لعلي بن أبي طالب لم يتكلم بها. قال يا علي لولا أن أخاف يقال بك كما يقال فيك كما قيل بعيسى بن مريم. يعني بصيغة أخرى يا علي أخاف الناس يؤلهوك، أخاف الناس تتخذونك ربا، لولا أن أخاف أن يقال فيك كما قيل بعيسى بن مريم لقلت فيك مقاله، ما مشيت بقرب قوم إلا وأخذ الناس من تراب قدميك. إذن أخواني المسألة وين؟ المسألة يجب أن ننظر إلى أئمتنا عليهم السلام إنهم منصوص عليهم من قبل الله تعالى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هنالك ممن يقرأ ويكتب بحث ويحتمل بعض الاحتمالات، يتكلم ببعض الأطروحات على عين وراسي. العلم ليس حكرا على فئة دون فئة، والعلم ليس حكرا على شخص دون شخص. كيف تقرأ؟ ولكن ها إذا صار عندك علم وإذا كان عندك تساؤلات لا تسأل هذه التساؤلات على علي بن أبي طالب وتتخذه كسائر الناس. هاي اللبيب بالإشارة يفهم. أنت إذا أردت أن هنالك إشكالات لا تنزل مقام علي بن أبي طالب إلى مقامك وتقول يا ربي أنه إذا ضربت زوجتك أمامك ماذا تصنع. هذا اسألني إياه أنا المقصر، اسألني إياه أقول لك أذب عمامت وأروح أكامش. أي بس هذا السؤال لا يسأل على علي، هذا السؤال مداره ليس مدار مناخ علي بن أبي طالب. تريد تسأل على عين ورانسي يسأل. لا أنت لماذا لا تسأل الحسين؟ الحسين أما كان يعرف أنها سوف تسبى زينب؟ الحسين أما يعرف كان لما يسأله عبد الله بن عباس ماذا قال له؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا على أحتابه. مضايا كان يعرف سوف تضرب النساء، أي وكان يعرف سوف تسبى زينب. كيف بك وأنت على ناقة هزلاء؟ إذا كان هنالك تساؤلات، أولاً أن نعرف ما هي الأطروحات التي نذكرها. اثنين، من المتلقي؟ المتلقي إذا كان علي ينبغي أن نجعل أطروحات بحث، خطبة، ها كلمة، رواية، مفادها في مقام علي بن أبي طالب. هذه المقدمة الثانية لكي لا نقع في إشكالات إخواني، وهي إشكالات قد تشكي في هذه القضية وتشكيك باطل وفي قمة الهوان. زين، إذا كناه كذلك، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه عنده كلمة ويصادف ذكرى وفاته، أما باكر لو بعد باكر ذكرى وفاة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه.
الشيخ الوائلي يقول كثير من الروايات إخواني ما نرويها على المنابر. تعرف ليش لا نروي كثير من الروايات على المنابر؟ ترجع إلى التأريخ. ماذا تجد؟ تجد لقد أخفوا كراماته عليا، لقد أخفوا كراماته المبغضين بغضا، وقد أخفوا كراماته المحبين خوفا. هسه بأمرين، تارة يكون الخوف من السيف، وتارة يكون الخوف من اللسان. لما تأتي إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتقول لعن الله أمة قتلتك بالأيدي والألسن، ليس فقط يخاف من اللسان. النظم سابقا كنا نتحاشى غير هذا الخط، غير مذهب أهل البيت، غير الذي يسير على مذهب أهل البيت. الآن صرنا نتحاشى كثير من الروايات، وأنا أقصد الخطباء يتحاشون كثير من الروايات في مقامات أهل البيت، خوفا من أي من ضمن المذهب يعترض على هكذا روايات. وهذه مولاي مصيبة كبرى ورازية عظمى. زين، بعد هذه المقدمة الثانية انظر إلى ولادة الزهراء سلام الله عليه، هذه المرأة الجليلة. فلنأتي من ولادتها. هنالك إخواني ثلاثة مراحل في حياة الزهراء. المرحلة الأولى من ولادتها إلى حد زواجها من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. المرحلة الثانية من زواجها إلى حد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله. والمرحلة الثالثة من وفاة أبيها إلى وفاة. يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، يدخل على خديجة بنت خويلد، يقول لها خديجة مع من تتكلمين؟ قالت إن الجنين الذي في بطني يكلمني. قال لها يا خديجة إنها أنثى، ولكن بعدما هجرنا النساء نسوة قريش، هجرنا خديجة ولم يحضرنها حين ولادتها. وتعرف هذه المرأة مولانا التي عندها مخاض يأتي إليها الطلق، كون عندها مرية تساعدها، ماكو. ولكن تقول الرواية وإذا بكوكبة تنزل من عنان السماء. من بها؟ بها مريم عليها السلام بنت عمران وكرثا وآسيا بنت مزاح. جئنا هذه النسوة إلى خديجة، ولكن اسمع هذه الرواية، ولكن لما وضعتها صلوات الله عليها تقول الرواية أول ما نزلت الزهراء عليها السلام زهر نورها فأضاء من في الدار. لذلك سميت الزهراء. لكن لما نذهب إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ونسأله لماذا سميت الزهراء بالزهراء يا ابن رسول الله، يقول كانت حينما تأتي إلى محراب صلاتها يزهر نورها إلى عنان السماء فتضيء السماوات والأرض بنورها. لذلك هذه المقامات من الممكن الآن واحد يسمعها يقول هذه أسطورة من الأساطير. ممكن ممكن يعترض حتى على على جلستك في مجلس الحسين، ممكن أكو واحد يعترض يقول لك أنت ليش قاعد هيك، المفروض تقعد هيك. بلي هذا وارد، جيبك في شيء يقول لك ليش جيبك مشدود. نعم، فهكذا جاءتنا الروايات. وليس علي من الواجب أن أذكر الروايات من المصادر أبناء السنة والجماعة حتى أثبت لك صحة هذه الرواية، لا، نحن تاريخنا يتكفل، رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تتكفل بأن تضع لنا الخطوط العريضة الصحيحة. لذلك يدخل أبو بصير إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، يدخل عليه
يقول أين كنت يا أبا بصير؟ قال لقد رزقت بأنثى. قال وما أسميتها؟ قال أسميتها فاطمة. تعرف الإمام الصادق ماذا صنع لما سمع باسم فاطمة؟ تقول الرواية وضع يده على خده وأخذ يذكر فاطمة 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 حتى سقط على الأرض. هذا الاسم. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول نحن حجج الله وفاطمة الزهراء حجة علينا. هي حجة صلوات الله عليها فاطمة الزهراء. لماذا سميت فاطمة بفاطمة؟ أخواني فاطمة من الفطم، الفطم أي القطع. جاءت فاطمة من الفطم، الفطم يعني فطامه فصاله وفطامه 30 شهرا كما جاء في القرآن الكريم، أي القطع. فلماذا سميت فاطمة بفاطمة؟ أي قطع نساء القريش عن اللحوق على مقامها أو إلى مقامها، ولا يصنها ولا يصن مقامها أبدا أبدا أبدا. تعال معي بعد رواية أخرى بأن سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت عن الطمع، لأنها لا ترى الدماء بأبيها وأمها، هكذا الآن موجودة الرواية. زين، بعد إخواني يجيب الإمام الصادق عليه السلام عن هذه المسألة، وسميت فاطمة بفاطمة لأن الله تعالى فطمها وشيعتها ومحبيها عن نار جهنم. لأن الله فطمها وشيعتها ومحبيها. إذا جئت فاطمة، رسول الله هو قال إذا جئت يوم القيامة فقولي أنا فاطمة، كفى. إذا تقولين أنت فاطمة كفى. إن الله يرضى لرضاء فاطمة ويغضب لغضبها. ولقبت صلوات الله عليها بأم أبيها. الآن نسأل سؤال أخواني، من الذي لقبها بأم أبيها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله لما يتكلم كلمة يقول العاقل الحكيم الذي يضع الكلمة في معناها الذي وضعت له، وهكذا. إذن كلمة وتصدر من واحد حكيم، من واحد وإنك لعلى خلق عظيم، خلقه عظيم وحكيم في آن واحد. المفردة لا يضعها إلا في معناها الذي وضعت له. إذن أم أبيها شلون؟ أنقل لكم الرواية. دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إجلالا لها. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، يقوم إجلالا لها في محيط كانوا البنت ماذا يصنعون بها؟ كان يدفنوها وهي حية. نظرتهم على الأنثى سوداوية. ذاك فلان، أسمح من ضل فلان وفلان 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 إلى حد الممات ممكن. ذاك فلان تأتي ابنته صغيرة يريد أن يدفنها، تأخذ التراب من لحيته فتنفض لحيته من التراب. يقول وعلى رغم ذلك حينما فرغت قام بدفنها، وإذا الموؤودة سولت بأي ذنب. إذن إخواني في محيط كان ينبذ البنت، ولكن رسول الله غير جميع المعايير هذه. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. تدخل فاطمة عليها السلام فيقوم إجلالا لها رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول يأتي إليها يقبلها بين عينيها ويقول لها فداها أبوها يا أم أبيها. لقبها رسول الله بهذا اللقب. إذن هذا اللقب ما هو أخواني؟
القرآن لما يذكر أم يذكر قضية البركة على أم القرى ومن حولها. بعد يذكر الفاتحة وبركات الفاتحة: إنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الكريم. ولكن ماذا تسمى الفاتحة؟ بأم الكتاب، أي المركز، أي الأصل. فلما يلقبها رسول الله بأم أبيها، يقصد أصل امتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله هي فاطمة الزهراء، وامتداده عن طريق الحسن والحسين. لأن قال الحسين عليه السلام: كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. إذن مثل امتداد طبيعي لخط الرسالة أم لا؟ امتداد طبيعي لخط الرسالة. وما تعرفون الآن، ما أريد أتطرق إلى ما هي المشكلة التي حصلت ووضعوها أعداء الإسلام على هذه الكلمة: إن الحسن والحسين أولاد رسول الله. جمع من الروايات ماذا صنعوا بيحيى بن عمرو، وماذا صنعوا حتى الواقعة التي حصلت مع الرشيد اللا رشيد مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، لكن ليس هناك داعي لذكرها. ولكن هذا المورد الأول. المورد الثاني: حينما انتقلت، أو المرحلة الثانية لما انتقلت إلى بيت علي بن أبي، يأتي علي عليه السلام إلى رسول الله بعدما عجز الصحابة كلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأرادوا خطبتها، يمتنع رسول الله ويقول: إن أمرها ليس بيدي، أمرها ليس بيدي أبدا. حتى جاءوا شخص قال: والله من يأتيني خاطبا فاطمة لشكوته إلى الله تعالى. اللي يجيني خطب فاطمة أشكو إلى الله. ذهب بعض الصحابة إلى علي: ولم لا تخطب من ابن عمك؟ جاء علي عليه السلام لبس عباءته تقول الرواية، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس بين يدي رسول الله، علي في حضرة رسول الله، وإذا بجبين علي يتصفط عرقا. الله يا أبا الحسن، أي يلتفت رسول الله إلى علي عليه السلام، علي يطرق برأسه إلى الأرض حياء من رسول الله. يلتفت رسول الله يهون على علي، قال: يا علي، كأنك جئتني خاطبا فاطمة. قال: بلى والله يا رسول الله. قال: اعلم يا علي، الآن كان جبرائيل عندي ويقول: يا محمد، إن الله يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: زوج النور من النور. قلت: يا جبرائيل، من ممن؟ قال: زوج علي من فاطمة. وهذه الرواية ترى ليس فقط عند مذهب آل محمد، لا، حتى يذكرها المخالفين لهذا الخط، يذكر هذه الرواية لكن لا يقول زوج النور من النور، لا، بل يقول زوج علي من فاطمة. إذا كان زواجها بأمر الله تعالى، تعال معي إلى المرحلة الثالثة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال وانظر ما هي المصائب التي صبت عليها سلام الله عليها. أول ما جاء أبو بكر، هنالك أخواني ثلاثة وقفات وقفتها الزهراء، ثلاث. الوقفة الأولى مطالبتها بفدك، بالنحلة التي قد أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله إليها. الوقفة الثانية
على وهي إرثها صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الثالثة المطالبة بسهم ذي القربى. ينزل جبرائيل بتلك الآية وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يسأل رسول الله جبرائيل عليه السلام قال ذي القربى هذه الآية مطلقة، قال هذه الآية بفاطمة إن الله يأمرك أن تعطيها فدكا جزاء لخديجة وما صنعته معك يا رسول الله. وفعلا قد اشتغلت عليها فاطمة وجعلت الفلاحين كما تقول الروايات 6 سنوات هي بين يدي فاطمة فدك، 6 سنوات هبة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أول ما وصل إلى دكة الحكم أبو بكر، شايفين عندنا مثل العراقي يقول أول هذه تشرم تراشية، أول ما جاء ذهب إلى فلاحي فاطمة وقام بطردهم. زين، من بعد ما قام بطردهم جاءت فاطمة الزهراء عليها السلام إليه، قالت له ولما طردت فلاحي؟ قال لها سمعت رواية من رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قالت إنها ليس بإرث بل إنها هبة قد أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أين الشهود؟ هنا أخواني فلنقف بثلاثة نقاط ردا على جواب أبي بكر لفاطمة. أولا إخواني أكو شيء يسمى صاحب اليد، تقول صاحب اليد أمارة على الملكية. يعني كيف أمارة على الملكية؟ يعني أنا الآن جالس وهي عبايتي على كتفي، واحد يجي يقول لي هاي عبايتي هاي مو عبايتك، أقول له عبايتي. واحد بعد يطلب من عندي شهود أعطيني شهود إن هاي عبايتك، مو هي أنا صاحب اليد عليها. بعد ماك واحد يجي يطلب من عندي شهود أعطيني شهود على إن هاي عبايت ويا عبايت وعلى كتفي. فصاحب اليد هي أمارة على الملكية، فكيف يطلب؟ إذا أول استدلال كان هذا الاستدلال باطل ولا يمت إلى العلم بصله. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية خلنا نشوف مقام الزهراء سلام الله عليها. مقام الزهراء هل يستوجب يطلب منها شهود؟ لأن القائل رسول الله إن الله يرضى لرضاء فاطمة ويغضب لغضبها، فكيف الله يرضى لرضاء شخص وهو يباشره بالمعصية أي الكذب وحاشاها؟ مستحيل. فينبغي أن تكون مرضية عند الله تعالى حتى الله رضى لرضاها. واضح الكلام أخواني؟ فمن المستحيل أن تتكلم بالكذب وحاشاها، وهذا عين ما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله اشترى فرسا وأعطاه الأموال وأخذ الفرس، أثناء ما أخذ قال رسول الله ما أعطيتني الأموال؟ قال لا قد أعطيتك. قال ما أعطيتني يا رسول الله؟ قال أنا أقول لك قد أعطيتك. قال شهودك؟ يلتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصحابة، من منكم يشهد على ذلك؟ الصحابة سكت أخواني، صمت كصمت القبور. من يشهد على أنني ما حضرين المسألة؟ وإذا بخزيمة بن ثابت صحابي جميل، قال أنا يا رسول الله أشهد على ذلك. قال وكيف أنت لم تحضر ولم ترني؟ قال يا رسول الله أمرتنا بالخمس فخمسنا، أمرتنا بالزكاة فأعطينا، أمرتنا بالجهاد فبذلنا أرواحنا لك، ولا نشهد على قضية بيع وشراء. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع هذا الجواب من خزيمة أعطاه ها لقب سماه ذو الشهادتين، خزيمة بن ثابت. زين، فهذا المورد
لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، هل إنه مورد طلب شهود من فاطمة الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر كما يقول ابن عباس، يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائك، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله رفع الرجس، فهل يجوز وهل ينبغي لهذا البيت أن هنالك من أهل البيت يكذب على في قضية 24,000 درهم؟ ترى فدك كلها 24,000 درهم سنويا. فالمسألة إخواني وين؟ المسألة إضافة إلى النقطة الثالثة، إن أبا بكر خبر الآحاد هو الذي فقط للرواية التي تكلم بها. اذهب إلى التاريخ بأجمعه، ما تجد شخص تكلم بهذه الرواية وسمع رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث ما تركنا صدقة إلا أبو بكر سمع ذلك. وبعد إخواني من؟ عائشة وحفصة من بعد 6 أشهر ذكرنا هذه الرواية. 6 أشهر ما تكلمنا بهذه الرواية عائشة وحفصة إلا من بعد 6 أشهر. تدرون من بعد ما استلم عثمان بن عفان ذهبتا عائشة وحفصة إلى عثمان وطالبتا عثمان بإرث رسول الله، تدسوا الرجل قام بطردهما. أول ما خرجت من الباب قالت اقتلوا نعترا فقد كفر. فإخواني المسألة وين؟ المسألة هؤلاء أهل البيت الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فلا ينبغي أن يكذبوا ويقعوا في هكذا، لأن الله قد أذهب عنهم الرجس أهل البيت. زين، إرثها صلوات الله عليها، إرثها جاءت إليه قالت له يا أبا بكر أما قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود. هذا نبي لو مو نبي؟ قال نبي. قالت القرآن يقول وورث سليمان داود في سورة مريم في قضية زكريا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا قرآن يرثني ويرث من آل يعقوب، هؤلاء أنبياء أم لا؟ فبهت الذي كفر. أبدا. القضية الثالثة سهمها، سهم ذي القربى، وهي ترى مو إصدار جديد. الذي منع هذا السهم وقد شدد على ذلك هو الخليفة الثاني، وهذا ليس المرة الأولى التي يتكلم بها. اذهب إلى التاريخ لتجد التاريخ واضح والبدع الحسنة موجودة. احنا بكيفنا، تارة نجعل بدعة ونسميها حسنة وتارة نجعل بدعة ونسميها سيئة. هذه أول بدعة تحصل هو منع هذه منع سهم ذي القربى. 2 وضع الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، أيضا من البدعة وقد سماها بالبدعة الحسنة. صلاة التراويح ولم يصلها رسول الله بإجماع المسلمين، بدعة حسنة، هل مجرة؟ فأتي بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول آتوني بكتف ودواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فحال ذلك الرجل بينه وبين كتابة الكتاب، إذن هم وين صاروا؟ لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، بماذا أوذيت يا رسول الله؟ يحيى صنع ما صنع معه، إبراهيم ألقي في النار، بماذا أوذي يا رسول الله؟ قال شيعتي ما همني ذاك الأذى، أمتي ما تلك كانت علتي،
التي يوم الخميس ابتدأت وبه قد كان يوم مرزيتي. وكذا الاثنين لما اجتمعوا تركوا من غير غسل جثتي، والذي آلمني يا أمتي إنهم قد كسروا ضلع ابنتي، أسقطوا منها جنيها محسنا، حرموها أرثها من مهجتي، حرموا عني بكاها ويلهم، حتى البكاء منعت عن الزهراء عليه السلام. ثم بالسم لصبطي حسنا، ثم اغتادوه أهل الصفة، والذي أحرق قلبي حسرة يوم عاشوراء زادت لوعتي، قتلوا صبطي حسين ولدي ونسائي سويت ولوعتي. آلمتني أمتي هل ترتضي حقا عند يوم الحشر حقا، شفاعتي إنما أشفع للحشر لمن اتخذ الدين وأحيا سنتي. إخواني فاطمة الذي يكثر من تقبيلها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول أشم من فاطمة رائحة الجنة، أشم من فاطمة رائحة الجنة. ويدخل رسول الله كما أسلفت لك 6 أشهر ابن عباس، 6 أشهر، مو يوم ولا يومين ولا ثلاثة، 6 أشهر يطرق الباب يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، لكن ليت شعري يا رسول الله، هل طرق الباب؟ لا يا رسول الله، يا رسول الله إذا تسمع كلامنا، إذا تسمع مناجاتنا لم يطرقوا هذا الباب، بل أحرقوه يا رسول الله. سليم العامري الكوفي يتكلم مع سليمان المحمدي، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ قال بلى والله وعزة الجبار، دخلوا والزهراء من غير خمار، ثم لاذت وراء باب الدار رعاية للستر والحجاب. أول ما عصروها إخواني ماذا صاحت؟ وهذا يعصر بها بين الحائط والباب، صاحت ومحمدا، صاحت وأبتاه ومحمدا. ولكن تعال إخواني أول ما صاحت وسقطت على الأرض، صاحت ضد سنديين يا كافل زلم تسمع ونيني، والله يا ضبا وسقط من جنيني، جمت للباب جمت للباب لا جن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني وسقط المحسن. بعد هي هرعت أمكم فاطمة، لأن رسول الله يقول أنا وعلي أبواه هذه الأمة، لأن فاطمة هنا أمنا سلام الله عليها، هرعت أمكم الزهراء وراء أبا الحسن. يلتفت عمر بن الخطاب يقول إلى ذلك الرجل منفذ عليه لعائن الله، يقول أرجع فاطمة. إخواني المرأة ترى ضعيفة، المرأة يأتي إليها قنفذ وحشي، وحشي والله، يأتي بالصوت يضربها فتسقط، ثم يضربها فتسقط، ثم يضربها حتى نادت ومحمدا، حتى نادت وأبتا، صاحت وأهل العبد لما رد عليه غدب الصوت يضربها على دير، والله تنتبك حتى ولي أمر على عبد ربني، يما يا
يا ولا انكسر قلبه ولا رحمني. بعد الزهراء سلام الله عليها أوصت علي أن يتعاد قبرها بقراءة القرآن. يا أبا الحسن اقرأ القرآن بقرب قبري. يا أبا الحسن لا تجعل من الذين غصبوا حقي يحضروا جنازتي. يا أبا الحسن إني طاهرة مطهرة. يا أبا الحسن أوصيك بالحسن والحسين. يا أبا الحسن لا تكشف عني حين المغتسل. يأتي علي عليه السلام يغسل فاطمة، لكن في هذه الأثناء أثناء تغسيل فاطمة علي يقطع الغسل ويجلس في الزاوية. يجلس في الزاوية علي. أسماء تسأل يا أبا الحسن لما قطعت الغسل وقطعت غسل الزهراء؟ قال يا أسماء لا طاب. يا أبا الحسن إذا تسمعنا يا أبا الحسن ضلع واحد يا علي ما تقدر تشوف شلون حالك لو جنت يوم الطفوف. يا علي يا علي ضلع واحد يا علي وهد حيلك جاء الله حسين شسوي لك. وفعلا فاطمة سلام الله عليها كانت تحب الحسين عليه السلام، تحبه حبا جما، لذلك قال حسن حسين تعالى وتزودا من أمكما فاطمة. جاء الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها. الحسن يقول أمّا كلميني عليك بحق جدي رسول الله. الحسين يقول أمّا كلميني قبل خروج روحي. علي عليه السلام يقول والعيش الذي عاشه رسول الله لقد رأيت الزهراء أنت وحنت وضمت الحسنين إلى صدرها. سيدتي الحسين تكلم بهذه الكلمة لم تستطيعين وأنت ميتة وأخذت الحسين على صدرك، فكيف لو رأيت الحسين ملطخاً بدمائه؟ لا ليأتش كثر يا ابني تعبت بالباك ولا يا شمعة عيون ويا عمود البيت. يا ابني من مدينة الكربلة عنيت والهان على صوتك ورد سمعا يما قول جدك قاعد قبالك ينادي حسين يا ابن الصاير بحاله. لكن زينب لما رأت أمها، يقول الشيخ التستري زينب كشف لها الغطاء ورأت أمها صاحت يا محزن لي تعالي تعالي وشوف كربلة سوت بحالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ونسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والأئمة المعصومين من ذريتها وبنيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا سقما إلا شبيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا سواء إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. المؤسسون تقبل عملهم واجعل محلهم لا زال عامرا أبدا أبدا لخدمة سيد الشهداء. اللهم إنا نسألك القبول بجاه محمد وآل محمد ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
رحم الله من يقرأ الفاتحة تقدم الصلاة على محمد وآل محمد.